من قام بإخراج فيلم دهب؟ أحمد فتحي. أنور وجدي. أنت بتسقف له؟ يعني لو إجابته غلط ما عندكش إجابة تانية؟ موافق أنت على أنور وجدي؟ أنا بسأل على مخرج دهب. ما هو بيخرج؟ ما هو مخرج. ما هو بس هو اللي أخرج دهب؟ إن شاء الله. آه كمان؟ إن شاء الله. ياه. كلكم واثقين؟ طبعًا. أنور وجدي إجابة صحيحة. برافو عليك يا أحمد. بطولة مين؟ فيروز وأنور وجدي وماجدة. وماجدة صح. وسراج منير. برافو عليك سراج منير صح. برافو عليك. نتيجة اتغيرت 20 الفراعنة 50 كوماندوز.